بالرغم من النجاح ده برضه. ولكن بعدت شوية، 17 سنة اختفاء. صحيح صحيح. ليه؟ والله هي حاجات كتيرة يعني. أولا أشخاص كتيرة لما في حد بيختفي من حياتك بيهزك، بيديكي رعشة كده يعني. علاء ولي الدين وعبد الله محمود هزوني جدا، ما أضحكش عليكي. يعني موت علاء ولي الدين أثر فيك؟ وعبد الله محمود. وعبد الله محمود طبعا هو اللي خلوك تتجه إنك تكون إمام مسجد 10 سنين. والله لا، دي بقى دي فترة سنة. دي حاجة تانية بقى خالص. هم طبعا أثروا فيا جدا. طبعا علاوة على إن أنا من أسرة بسيطة جدا ومتدينة جدا، فربنا يعني أراد إن أنا أتوقف وأحفظ القرآن وأدخل معهد القراءات وأحصل على إجازة في القرآن الكريم وأبقى إمام مسجد حوالي 10 سنوات، من أجمل فترات حياتي. لكن ما حسيتش في فترة الاختفاء إن الفن بيتعارض مع الدين؟ لا 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 لا، على الإطلاق. ما جالكش الإحساس ده؟ عمري ما جالي يعني الإحساس ده على الإطلاق. يعني ما اختفتش علشان الدين بيتعارض معاه؟ لا 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 خالص. كنت أقف مع المشايخ أقول لهم الفن ده من أعظم مهن العالم. وده حقيقة. الفن من أعظم مهن العالم. إن استغل، معلش، إن استغل، إن استغل ده حط يعني. إحنا كنا بنتفرج على الحلمية اتعلمنا منها حاجات كتير قوي قوي. أبو العلا البشري، الشهد والدموع، المال والبنون، الوتد، أرابيسك. شوفي أرابيسك صلاح سعداني هذا الجميل كان عامل ازاي في بيساعد الكل، اللي معاه واللي مش معاه واللي ضده واللي ده، بيساعد الكل. الفن هو كده، انك انت تقدم رساله تعلم الناس، تفهم الناس. بس في اوقات كتير قوي فنانين ومطربين بيطلعوا بعد ما بينجحوا وبيكسروا الدنيا يجوا يقولوا ان الفن حرام. لا معلش انا اسف. وبعدين يقعدوا فتره ويرجعوا تاني للفن، ويا ريته بيرجع كده وخلاص، بيرجع ويذم كمان. لا معلش حبيبي، لا ارجوك. انا سمعت ناس كتير قوي سواء فنانات او فنانين، لا قول انا ما قدرتش اكمل في السكه دي، ده موضوع تاني خالص. اصل انت لما رجعت ما رجعتش باضافه. ما هو اصل انت لو رجعت باضافه يبقى انت استفدت من الفتره اللي انت عشتها.